السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في مباشرة من سطات. في هذه الأثناء يعني حملة أمنية للسلطات المحلية لتحرير الملك العام يعني كتقودها مشكلة من جميع رؤساء الدوائر. شوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا في قناة شوف تي في شوفوا مجددا متابعينا مشاهدي الاوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر يعني في هذه الاثناء يعني اللي كدار هذه الحمله الامنيه للسلطات المحليه لتحرير الملك العمومي. يعني ما بقاش اللعب خصوصا مع هذه يعني هذه الامور اللي كدار. كيف كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث على المباشر يعني حمله للسلطات الامنيه بالمدينه ديال سطات في محاوله لتحرير الملك العمومي خصوصا مع مجموعه من الامور كانت هذه متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه حملة أمنية كتقوم بها السلطات المحلية لمحاولة تحرير الملك العام خصوصا بالنسبة للمدينة ديال سطات اللي كتعرف يعني تقريبا خصوصا يعني اللي كتعرف حالات ديال التسيب والفوضى. ولكن ما بقاش اللعب مؤخرا حمله امنيه للسلطات المحليه العناصر الامنيه مشكله من رؤساء الدوائر ديال السلطه المحليه للمقاطعات ولازالت يعني هذه الحمله مستمرة لازالت هذه الحملة متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في مستمرة من خلال كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر يعني تجنود العناصر ديال السلطات المحليه الاعوان ديال السلطه القياد ديال المقاطعات في محاوله لتحرير الملك العام ومحاربه بعض الامور اللي كتكون فيها واحد المجموعه من الشوائب. غادي ننقلكم معنا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في من القلب ديال المدينه ديال سطات يعني تتبع هاد العمليه الامنيه اللي كتقوم بها السلطات المحليه في هاد الاثناء. اللي كتقوم بها السلطات المحلية في هاد الأثناء
كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. يعني في هذه الاثناء حملات امنيه مكثفه العناصر ديال الامن السلطات المحليه للمحاربه ديال تحرير الملك العمومي. يعني كيف ما تكلمنا متابعينا مشاهدينا الاوفياء قناه شوف تي في، يعني ما بقاش اللعب خصوصا كاين استفحال بعض الحالات. هي حملة أمنية لجل عناصر ديال السلطات المحلية، قوات مساعدة، الأمن الوطني، المحاربة يعني هاد تحرير الملك العام. كتشوفوا مجددا متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. كانت هذه حملة أمنية للسلطات المحلية المحاربة الملك العام، محاربة يعني مجموعة من الأمور اللي تجندوا جل يعني دوائر رؤساء دوائر السلطات الأمنية، العناصر ديال القوات المساعدة، الأعوان ديال السلطة المحلية من خلال يعني محاربة بعض الظواهر اللي طغت مؤخرا. كان هذا مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات، من القلب ديال المدينة ديال سطات. حاولنا أننا ننقلوا لكم على المباشر هاد الحملة الأمنية اللي كتقوم بها العناصر ديال رؤساء الدوائر، القوات المساعدة، السلطات المحلية، الأعوان السلطة، العناصر ديال الأمن الوطني. وهذه الحملة اللي استحسنوها يعني الساكنة ديال المدينة ديال سطات. كنشكركم مجددا متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في من خلال هاد البث المباشر، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر. تحياتنا للجميع.